هل عندكم استعداد ان بيتك، بيت شخصك، بيت عيلتك، بيت الكنيسة اللي انتوا قاعدين فيها يكون اساسها المسيح؟ احنا في حاجات كتيرة مش واخدين بالنا منها. كونك تنام دي نعمة من ربنا، كونك تاخد نفسك دي نعمة من ربنا، كونك تدخل الحمام بسلام دي نعمة من ربنا. في ناس تنام قاعدة مش نايمة، ما تقدرش تنام على ظهرها. اشكر ربنا على كل النعم اللي اديها لك، قل له راضي يا رب، مبارك الرب صخرتي. ما هي الصخرة؟ خمس أنواع. الصخرة في البحر، والصخرة في البرية، والصخرة في المسيرة، والصخرة أساس. الصخرة في البحر، لما واحد يغرق في البحر غير النهر، لأن لما أجي أغرق في النهر أجري على الشاطئ، لكن البحر ده ملوش إيه؟ ملوش شاطئ. فدايما لما تتكسر السفينة يدور على صخرة في البحر عشان يطلع فوقيها. الصخرة تنقذني من الغرق. لما أكون ماشي في البرية الشمس سخنة، عايز أريح، أدور لي على ظل صخرة وأقول له أنت ظل الصخرة في أرض الإعياء، أستظل بيك من شمس التجارب. يعني هو اللي ينقذني من الغرق، وهو اللي يضلل عليا من شمس التجارب، وهو في مسيرتي اللي يرويني. ضرب الصخرة طلعت مية أروت بني إسرائيل. ونمرة خمسة، الصخرة هي الأساس، والرجل العاقل يبني بيته على الصخر. هل عندكم استعداد إن بيتك، بيت شخصك، بيت عيلتك، بيت الكنيسة اللي انتوا قاعدين فيها يكون أساسها المسيح؟ تيجي الزوابع، تيجي المساء، تيجي الهواء والرياح والزلازل بتهز البيت، لكن طالما مبني على الصخر لا يسقط أبدا، حتى أبواب الجحيم لن تقوى عليها.